قدم كل من يعمل في جامعة دمشق من رئيس الجامعة حتى أصغر طالب في جامعة دمشق ما يستطيع من كتب جديدة أو مستعملة حتى الكتب الجامعية كي نقوم بمثل هذا المعرض. هذا المعرض ضم أكثر من 15,000 عنوان 15,000 كتاب ضمن 3,000 عنوان. افتتح فيها هذا المعرض، سنقوم ببيع هذا المعرض بأسعار رمزية يعود ريعها لصالح صندوق شهداء جامعة دمشق، وبالمقابل سيستفيد كل طلاب وأساتذة جامعة دمشق من خلال شرائهم هذه الكتب. تم التنظيم للمعرض تقريبا من على مراحل من 6 شهور بلش. أول شيء هي الكتب اللي وردتنا، هي الكتب كلها هي تبرعات، ناس تبرعت فيها وتنفرز حسب كل كتب حسب أقسامها وأرشفتها على الكمبيوترات. بيتضمن كتب متنوعة كل المجالات وكل الاختصاصات، بالإضافة في دراسات، في كتب ثقافية تاريخية اقتصادية سياسية، أي شيء هو موجود هون، بالإضافة للكتب والمقررات الجامعية. الشيء اللي بدي أحكي عنه إنه الكتب الموجودة هون كلياتها تبرعات، إجت تبرعات بالكامل، وبيعود ريع المعرض لذوي الشهداء الجامعة. المعرض يعني أخذ حيز منيح يعني من الطلاب، إنه فيه مراجع أجنبية، فيه مراجع علمية، فيه كتب معلوماتية، فيه كتب للكليات كلياتها، يعني تربية، اقتصاد، زراعة، فيه كل الكتب، وفيه أشعار، وفيه كتب مقاومة وسياسية، وفيه بلبي طلبات الطلاب كلياتها. وفعلا المعرض جدا هلا مهمة، خاصة بوقتنا هلا. هلا صح إنه كثرة التكنولوجيا والناس عم ترجع لمراجع بالنت، بس ما بتغني أنا أبدا عن الكتاب. يعني متعبة للقراءة بشكل عام، هيك أهوان ممكن الواحد يزيد ثقافته بأي شيء، مو شرط إنه يختص بشيء معين.